صباح الخير ومساء عليكم. من كام يوم كده على الانستجرام سألتكم ايه نوع الموبايل دوت او ايه الموديل بتاعه. ما كانش الموبايل بصراحة، كانت العلبة. وفعليا ما فيش حد قال اجابة صح، ولا حد توقع اسم الموبايل دوت حتى. وده لسببين. اول سبب ان سامسونج مش بتبعت الموبايلات اللي في الفئة الرخيصة للتك ريفيورز او المراجعين التقنيين اللي في مصر، لكن انا كده كده سامسونج مش هي السورس اللي بجيب منه الموبايلات، مش هي المصدر اللي بيبعت لي موبايلات سامسونج، انا كده كده بجيبها من مكان تاني، فما كانش عندي مشكله ان انا اجيب الموبايل دوت. السبب التاني ان سامسونج اصلا ما اتكلمتش عن الموبايل دوت خالص، لسه دلوقتي من ساعتين وانا بسجل الفيديو دوت نزلت له صوره وحيده على الانستجرام على الاكونت بتاع سامسونج ايجيبت، بيقولوا اهلا بالسامسونج جالاكسي A2 كور في مصر ومواصفاته وهكذا. زي ما قلت لكم في الاول، سامسونج مش هي السورس اللي بتبعت لي موبايلات بتاعت سامسونج، او يعني يا ريت يبعتوا لي موبايلات، لكن حاليا مش هم اللي بيبعتوا لي حاجه ومش بيبعتوا لي حاجه. فعشان كده في سبونسر للفيديو. السبونسر بتاع الفيديو دوت هو محلات 3 براذرز، وديت محلات متخصصه في صناعه الايفونات وبيع الموبايلات عموما في اسكندريه. هتلاقوا كل التفاصيل بتاعتها في الديسكريبشن تحت. فانا رحت جبت منهم الموبايل دوت، او رحت اشتريت منهم الموبايل دوت. خلينا كده عشان ما نطولش نبدا على طول في الموبايل دوت. الموبايل دوت بيجي بتصميم من البلاستيك، والتصميم كده الظهر لازق على الجناب، مش كل حته في قطعه. وبصراحه حاجه طبيعيه اللي احنا نشوف بلاستيك في الفئه السعريه ديت، لكن اللون هنا ازرق منقط ابيض كده، لكن لا يمكن تشوف التنقيطه البيضه ديت غير لما تركز. وبصراحه مديها شكل حلو، يعني شكلها مش وحش، شكلها كويس. غير كده الموبايل كمان بيجي باللون الاحمر، بصراحه لون كويس جدا في الفئه السعريه ديت، وكمان بيجي باللون الاسود. من الجنب اليمين هنلاقي عندنا الزرار بتاع الباور، وفوقيه الزرار بتاع الصوت او توطيه وتعديل الصوت. ودوت مكان غريب بصراحه بالنسبه لي، دايما متعود ان هو يا اما تحت زرار الباور يا اما في الناحيه الثانيه. لكن كده كده موبايل صغير، فايدك هتجيبهم عادي، لكن في اول كام يوم كده وانت بتستعمل الموبايل، بدل ما تيجي توطي الصوت هتقفل الموبايل غصب عنك. الكاميرا حواليها بروز خفيف من البلاستيك، لكن الكاميرا نفسها مش بارزه، فدوت يخلي الموبايل لما يقع ممكن البروز دوت يحمي الكاميرا حاجه بسيطه، خصوصا الموبايل مش بيجي بجراف العلبه على عكس معظم الشركات الباقيه. واه على فكره مكان السماعات هنا حلو جدا، وهنتكلم عليه كمان شويه. الموبايل بيدعم خطين باضافه الميموري كارد، فدي حاجه كويسه جدا بصراحه. لما نيجي لقدام بقى هنلاقي الشاشه بالابعاد القديمه جدا بالحواف الكبيره، مع اننا بصراحه الشاشه حوافها كبيره شويه، وممكن تلاقي موبايل بنفس الفئه السعريه من شركات تانية زي انفينكس او تكنو بيجي بحواف شاشه اقل في نفس الفئه السعريه. ما علينا، دايما سامسونج متعوده اللي هي بتبهرنا في حته الشاشات، والشاشات بتاعتها سوبر اموليد وتبقى كويسه، لكن برضه للاسف الموبايل دوت الشاشه بتاعته مش سوبر اموليد. الشاشه هنا حجمها 5 انش، بتيجي من نوع تي اف تي، وبتيجي بكثافه بكسلات 220 بكسل في الانش، فهي يعني اتش دي، مش حاجه واو خالص. لكن بصراحه كانت عجباني كالوان، حاسس برضه ان هي الوانها كويسه، الوانها مش وحشه. لو انت حد بيتفرج على الفيديوهات ما تظنش ان دوت الموبايل المناسب ليك، لان الابعاد القديمه هنا برضه يعني غريبه شويه، والشاشة مش احسن حاجة. يعني انت لو بتتفرج على فيديو على اليوتيوب، اكتر حاجة ممكن تتفرج عليها هي 480 بكسل برينش. بالنسبة للأداء في الموبايل دوت، بيجي بمعالج اكسنوس 7870 مع 1 جيجا بايت رام، رقم صغير شوية، و16 جيجا بايت مساحة تخزين، وكمان بيجي مع اندرويد اوريو مع واجهة سامسونج، فدوت كله مش بيديك احسن اداء. لكن انت شوف، احنا بنتكلم في كل دوت على حسب سعره، فمثلا ما تتوقعش موبايل شبه دوت اللي هو شغال لك لعبه بابجي مثلا او حاجه شبه كده، توقع انك ممكن تلعب عليه العاب خفيفه، لكن مش لدرجه انك تلعب بابجي. انا عن نفسي حاولت انزل بابجي عليه كذا مره، كان في مشكله، كان بيقول لي في الواي فاي، مع ان الواي فاي ما كانش فيه اي مشاكل، وفعلا حاولت انزلها اكتر من 10 مرات ما مرضتش تنزل. ممكن دي فعلا تكون بس مشكله من عندنا في النت في البيت، لكن انا متاكد حتى لو نزلت عليه لعبه بابجي مش هتشتغل احسن حاجه خالص. بالنسبه للكاميرات، فالكاميرات بصراحه ما فيهاش كلام كتير، برضو الكاميرا الاماميه والخلفيه 5 ميجا بكسل. بالنسبه للكاميرا الخلفيه فهي زي ما قلنا 5 ميجا بكسل، بيجي فتحه عدسه 1.9، والصور فيها عاديه. صدقوني انا شايف ان الكاميرا خلفيه بالنسبه للموبايل دوت وبالنسبه لسعره فهي كويسه، يعني لان الموبايل مش بيجي بسعر غالي، الموبايل بيجي بسعر رخيص جدا، فالكاميرا دي تعتبر مديك اداء كويس بالنسبه لواحد بيدفع فلوس مقابل قيمه. فالكاميرا الخلفيه كويسه مش وحشه في الاضاءه بتاعه النهار، في الاضاءه الليليه ما اعتقدش ان هتديك اداء حلو قوي. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بصراحه ما كانتش مرضيه قوي بالنسبه لي، هي برضه 5 ميجا بكسل، وبتيجي في فتحه عدسه
F.2.2. لما نيجي بقى لحاجة بصراحة حلوة جدا وعجباني في الموبايل دوت وهي مكان السماعات. السماعات أولا صوتها عالي جدا، هي مش نقية قوي لكن صوتها عالي، ومكانها بصراحة حلو جدا، مكانها ما بيتكتمش بسهولة. هي طبعا بتضايق شوية من شكل الجهاز وتصميمه ومن ورا، لكن هي بصراحة عملية أكتر. لكن عشان أبقى أمين برضو معاكم، السماعة بتتكتم طبعا لو حطيتها على سرير أو على مكتب بتتكتم شوية فما تعرفش تسمع صوت كويس. الموبايل بيجي ببطارية 2600 ملي أمبير، وبصراحة البطارية مرضية جدا هتقعد معاك اليوم كله. طيب الموبايل دوت معمول لمين؟ خصوصا ان معظم الشباب دلوقتي في الفترة الحالية لازم عشان تجيب موبايل بأداء كويس وشاشة كويسة بالأبعاد الجديدة لازم تحوش أكتر مثلا من 2500 جنيه أو 2000 جنيه عشان تاخد موبايل يعني يبقى كويس بالنسبة لها، يبقى مرضي. لكن في فئة من الناس اللي هي الآباء والأمهات اللي بيبقوا كبار سنا شوية مش قوي، بيبقوا بيحافظوا على الموبايل يعني قوي بأقصى درجة. فلو انت واحد عايز تجيب مثلا موبايل لمامتك لباباك، وباباك ومامتك مش بيستخدموا موبايلات كتير ومش مثلا بيلعبوا عليها وعايزين حاجة خرافية بس بيستخدموها، وبرضه في نفس الوقت مش هيبقى غالي عليك، او لو انت اب وام عايزين مثلا ابنكم معاه موبايل غالي شويه وعايزين تجيبوا موبايل يبقى احتياطي في البيت، لو ابنك مثلا رايح رحله، رايح مكان بعيد وانت خايف ياخد الموبايل اللي معاه عشان ما يضيعش، فممكن دوت يبقى موبايل احتياطي عندكم في البيت. لو حد رايح رحله ولا حاجه الموبايل دوت هيستحمل معاه، يعني انا شايفه متين بما انه هو تخين شويه كمان مش ارفع حاجه، فهو متين هيمشي حلو بيه لغايه ما يرجع ويبدا يستخدم موبايله التاني عادي جدا. اخر حاجه هي سعر الموبايل، سعره 1500 جنيه. انا دايما لما اجي انصح الناس بقول لهم يعني حاولوا تحوشوا اكتر من 2000 جنيه شويه عشان تجيبوا موبايل يعني يعرف يديكوا اداء كويس شويه. لكن في حاجه ما ناخدش بالنا منها، ان دايما الناس اللي بتجيب الموبايلات بفئه 1500 جنيه مش بتبقى حاطه تركيز كبير على الموبايلات، مش بتبقى مهتميه اصلا بالموبايلات، وكل قرش بيفرق معاها. ففكره اللي هم يجيبوا موبايل ب 1800 جنيه بدل 1500 جنيه ديت ممكن تبقى حاجه صعبه، كل جنيه بيفرق معاهم. وبس كده، ده كان كل حاجه. بصراحه مبسوط ان انا عملت ريفيو للموبايل دوت لان مفيش حد اتكلم عليه خالص، واكيد في ناس بتبقى مهتميه شويه بيه او عايزه تعرف عنه اكتر قبل ما تشتريه. وعموما انا متفاعل جدا على انستجرام، فلو انت مثلا عايز تعرف الفيديو قبل ما ينزل هتلاقيني هناك بتكلم عن الحاجه اللي بعمل عليها فيديو. فأي تابعني على الانستجرام هتلاقي برضه اللينك تحت في الديسكريبشن. هتتبسط. فكر عشان شفت الفيديو مرة تاني، كان معاكم جورج عماد، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. سلام.